نحن نعمل في صمت لأنه الصمت هو لغة العظماء. مبروك لكل أهلاوية بطولة جديدة، إنجازاتنا، بطولاتنا، ألقابنا وأبطالنا بيتحدثوا عن النادي الأهلي وعن جماهير النادي الأهلي. عمالقة السلة أبطال أفريقيا، أبطال البال في نسختها الثالثة، ومن رواندا لسنغافورة، من بطولة أفريقيا أبطال أفريقيا هيشاركوا في كأس العالم للأندية. مبروك للنادي الأهلي، فرحة كبيرة الحقيقة عشناها، عروض أكثر من رائعة. جوستي بوش كتيبة الأهلي، شرفتونا ورفعتوا راسنا وقدمتوا عروض قوية جدا، أخرها امبارح في نهائي البال أمام دوان السنغالي أو الجمالك السنغالية، عرض قوي جدا، مباراة انتهت لصالح الأهلي. طبعا دي لقطات ولحظات من فرحة الفوز والتتويج ورفع كأس البطولة مع جماهير الأهلي اللي كانت موجودة فين؟ في رواندا، فين؟ في استاد كيجالي أو في صالة كيجالي، بتحتفل مع أبطال النادي الأهلي بلقب بطولة غالية جدا جدا جدا، مش غالية لأنها بطولة هي يمكن تكون الأقوى على مستوى القارة على مدار تاريخها كله، لكن كمان عشان مؤهلة لكأس العالم للأندية. وخد بالك تتويج الباسكت امبارح، رجالة الباسكت عمالقة النادي الأهلي امبارح ببطولة أفريقيا ووصولهم للمشاركة في سنغافورة في كأس العالم للأندية، يخلي النادي الأهلي بيحقق رقم قياسي جديد على مستوى مش مصر، على مستوى قارة أفريقيا. النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي شاركت فرق كرة القدم، كرة الباسكت، كرة اليد، كرة الفولي في بطولة كأس العالم للأندية. بمشاركة الباسكت كانت الباسكت هي المتبقية وقد فعلها الأبطال وتأهلوا لبطولة العالم اللي هتقام إن شاء الله في سنغافورة. تكلم كتير، تغلط كتير، تخسر كتير، تكلم قليل، تبقى إنجازاتك وبطولاتك وألقابك هي اللي بتتكلم عنك، وده اللي بيحصل مع النادي الأهلي يوم ورا يوم، بطولة ورا بطولة، ما بيغيبش عننا أسبوع يا جماعة إلا لما بنظهر على شاشة النادي الأهلي نتكلم عن لقب جديد أو بطولة جديدة، ودي شيمة الكبار. هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي ملوش مثيل وملوش منافس، ومن حق جماهيره العريضة إنها تفرح بأبطالها في كل المجالات وفي كل اللعبات. في أوقات كتير جدا كنت مستغرب نادي بحجم النادي الأهلي بحجم الجماهيرية وبحجم الشعبية، إيه اللي يخليه ينفق ميزانيات بالمليارات على رياضات كتيرة جدا؟ طب ما الأولى إنه، وأنتم عارفين إن إحنا عندنا مشاكل مادية على مستوى الأندية في مصر كلها، طب ما الأولى إنه يركز ده في نشاط أو في اتنين أو على الأقل في بعض الرياضات الجماعية، وسيبك بقى من كل الرياضات دي وقطاعات الناشئين دي اللي ما بتجيبش أو بتدر دخل. بعدين لما بقيت جزء من المنظومة ودخلت في التفاصيل اكتشفت إن في مسؤولية وطنية، أنت بتتكلم على قلعة من قلاع الرياضة مش بس في مصر، على مستوى إفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي، مهمتها هي تقديم الأبطال اللي بترفع اسم مصر وبترفع علم مصر، ودي مسؤولية وشرف كبير جدا يتشرف النادي الأهلي هو أن يكون المصدر الأول حقيقة لتغذية كل المنتخبات المصرية في كل الرياضات، في كل اللعبات، في كل الأعمار أو المراحل السنية المختلفة. مبروك للنادي الأهلي مرة تانية. يمكن النهاردة وصلت بعثة النادي الأهلي للمطار وكان في استقبالهم الحقيقة، طبعا دي لحظات وصول البعثة النهاردة ده بعد طبعا ما نزلوا ركبوا الباص، وكان في استقبالهم طبعا في لحظات وصولهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. الحقيقة يعني طبعا دي الصورة بتاعت استقبالهم في مطار القاهرة، وكابتن الخطيب دايما بيكون حريص على التواجد مع كل واحد، كل بطل، كل رياضة قادرة أنها ترفع شعار النادي الأهلي فوق وقادرة أنها تمثل مصر على أحسن مستوى في كل المحافل الدولية والقارية. مبروك أبطالنا، شرفتونا، رفعتوا راسنا، ومهما نقول الحقيقة تابعنا المباراة، يمكن المباراة ابتدت وأنا على الهواء امبارح معاكم في السادسة، وأول ما خلصت الحلقة تابعنا المباراة على أعصابنا، ورغم إن إحنا أنا شخصيا كنت متوقع سيناريو صعب لأن فريق الدوان أو الفريق الجمارك عامل عروض قوية جدا في البطولة ومخرج أبطال يعني حاملي لقب البطولة قبل كده، ومخرج بيترو أتلتيكو كان مرشح أول للبطولة، ومخرج اتحاد المنستيري، ومخرج فرقة تقيلة جدا، فكنت متوقع أن اللقاء يكون صعب، لكن قدرات الأهلي الفوارق ظهرت وبانت في مباراة النهائي اللي حسمها أبطالنا لصالحه. طيب حلقة النهاردة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الحسابات النهاردة بس، ويمكن قبل ما أطلع اختلفت كتير لأنه أنت بتتكلم على المباراة الأخيرة قبل ما تقفل صفحة الدوري،
وتنساه خالص وتروح لأهم أهم مواجهة الموسم ده كله، مواجهة الوداد البيضاوي في نهائي دوري الأبطال. الحسابات هتكون إزاي؟ مستر كولر بالتأكيد بعد ما أنا كنت امبارح بتكلم في أنه ماتش بكرة هو البروفا النهائية، ويعني كان التصور أنه الجهاز الفني بقيادة مستر كولر ممكن يكون بيفكر في إشراك الأسماء المرشحة لأنها تخوض مباراة الوداد في القاهرة يوم، وده كان بناء على فكرة أنه أنت محتاج يكون في بروفا. أحد اللعيبة اللي كانت بعيدة أو رجلها مش في الملعب وغابت عن ماتشات إمبي وغابت عن ماتش الجيش تخش في الملعب تاني تشوفها وتديها حساسية المباريات كبروفة استعداد لمباراة الوداد. النهاردة ما بقتش بفكر كده، النهاردة بقيت بفكر أنه إزاي أحافظ على سكواد النادي الأهلي لا قدر الله من إصابة، لأنه غياب أي عنصر مؤثر ممكن ندفع ثمنه غالي جدا في مباراة الوداد اللي جاي. كان الله في عون مستر كولر، هيفكر إزاي، هيلاعب مين وهيقعد مين، ده اللي هنحاول ان احنا نقراه مع حضراتكم في حلقه النهارده. والكلام طبعا على ماتش سيراميكا كليوباترا. هاخدكم كمان لكاس العالم للشباب، عروض الفرق الافريقيه والمنتخبات الافريقيه. نار يا حبيبي، يعني الحقيقه منتخبات افريقيه ومنتخبات، خد بالك، متعودين نيجيريا دايما الحقيقه رفع راس افريقيا بالاحوال، بتصل لمراحل متقدمه جدا بالذات في بطولات الناشئين سواء كانت اولمبياد. لكن لما نتكلم على منتخب زي جامبيا، واحد من المنتخبات الافريقيه وصيف بطوله افريقيا اللي كانت هنا في مصر، منتخب كان حصان اسود في البطوله، كان مفاجاه بطوله افريقيا، وناس كتير تقول لك جامبيا طب تاهلت هتروح تعمل ايه؟ لا، جامبيا مولعه الدنيا. وكمان تونس الحقيقه عندها فرصه كبيره جدا قدام اوروجواي في ثالث لقاءاتها النهارده. اجمالا منتخبات افريقيه عامله شغل كبير جدا باستثناء السنغال اللي كانت مفاجاه، يمكن ثقه زايده والغرور قالوا ودعت بدري. بطوله العالم هتكون حاضره في حلقه النهارده معانا، هيشرفنا فيه كابتن عمرو الحديدي ضيفنا، نتكلم معاه في كل الملفات قبل ما ندخل في التفاصيل ونبدا حلقتنا ونشوف اخبارنا. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. خلينا بس بمناسبه الانديه الانجليزيه خليني اعلق سريعا، واحنا يمكن كنا في حاله امبارح بنتابع لحظه بلحظه الدوري الالماني اخباره ايه في اخر جولاته اللي انتهت طبعا بتتويج البايرن بفارق الاهداف على حساب بروسيا دورتموند بعد ما فاز على كولن بنتيجه 2-1 وتعادل بروسيا دورتموند 2-2. هنتكلم ان كل دوريات العالم في التفانيش، كله في اللحظات الاخيره. الكلام ده احنا بنقوله في كل موسم، الكلام ده واحده من المشاكل اللي بقت معضله، يعني اللي بقتش عارف ممكن يكون ايه حلها. فكره انه المواسم تنتهي في العالم كله، العالم النهارده بقى قريه صغيره، وخد بالك انه انت جزء من القريه دي، حتى لو كان مستواك او المقارنه ما بينك وبين الدوريات دي بعيد قوي، لكن على الاقل قصه التوقيت دي في منتهى الاهميه، منتهى الاهميه، لانك انت بتتكلم على سوق انتقالات وبتتكلم على فترات قيد انت مرتبط بيها مع العالم كله. وبالتالي النهارده انت لو عايز تشتري او النهارده انت لو عايز تبيع، بتكلم على السوق المصري، يعني مش بتكلم بس على النادي الاهلي، بتكلم على السوق المصري، على مشاكل الانديه المصريه في بيع في موسم الانتقالات. النهارده لو عايز تبيع ولو عايز تشتري القصه بقت صعبه جدا. النهارده الانديه في اوروبا بتفكر في صفقاتها الجديده، مش ممكن تفكر في لعيب هيظل الموسم بتاعه وهم لسه مخلصين الموسم بياخدوا بريك عشان يخشوا لمرحله اعداد بعد كده يفكروا في لعيب من السوق المصري. ازاي يعني؟ ده الموسم عندك لسه ممتد وطويل. تتكلم على الدوري الفرنسي فاضل فيه جوله واحده، الدوري الاسباني جوله واحده، الدوري الانجليزي النهارده بيخلص، الدوري الالماني خلاص خلص، وهكذا وهلوم مجره. فاحنا كل سنه في نفس التوقيت ده بنكرر نفس الموضوع، ولن نكل او نمل لغايه لما نشوف هنعمل ايه. ومن الصعب جدا في الظروف المحيطه دي او الظروف اللي هنتكلم فيها دي وحاله تلاحم المواسم وحاله الاجهاد الكبيره جدا اللي بتعاني منها كل الانديه واكثرهم طبعا النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي الاكثر مشاركه على مستوى البطولات، ولاعيبه النادي الاهلي هي اكثر لعيبه بتلعب اكبر عدد من المباريات على مدار الموسم. الزمالك فيوتشر بيراميدز اللي هم بيشاركوا مع الاهلي في البطولات الافريقيه خرجوا بدري، فبالتالي الاهلي كمل المشوار لوحده لغايه لما وصل للمرحله النهائيه. بصرف النظر عن نتيجه مباراه الوداد، انا بتكلم على عدد المباريات، لعب كل ماتشات دوري ابطال افريقيا كامل العدد، ولعب عليهم ماتشات كاس عالم، ولو
قدر لينا ان شاء الله ان احنا نكسب بطوله افريقيا، هيكون عندنا مباراه سوبر وكلها طبعا منافسات قويه جدا. اقل مباراه فيهم في كاس عالم انديه او في كاس سوبر افريقيا او في الدور قبل النهائي والدور النهائي في بطوله افريقيا اقوى من كل الماتشات اللي بتلعبها كل الانديه في مصر. فبالتالي حجم الاجهاد كبير جدا، ورايح لبطوله جديده اسمها سوبر ليج اضيفت على البطولات الافريقيه، وفي بطولة عربية استجدد هيشارك فيها أو مش هيشارك نادي مصري، معرفش القرار هيكون إيه في النهاية، لكن يعني متاح لأحد الأندية المصرية المشاركة فيها. فبالتالي عدد الماتشات بيزيد، الموسم عندنا بقاله 3 سنين المواسم لازقة في بعضها، اللعيبة ما بتاخدش راحة، نيجي نعمل بطولة اسمها النخبة، يعني أنا مش فاهم صراحة بأي عقل وأي منطق الناس اللي بتخطط وبتفكر في حاجة زي كده. على كل الأحوال خلينا نروح لبطولة مهمة جدا، مهمة جدا جدا. أنا بشوف إن البطولة دي وهتبان قيمتها في السنوات القادمة، يعني في ظل النهاردة مش بس مصر اللي بتعاني اقتصاديا، العالم كله بيعاني اقتصاديا، والأندية الكبيرة اللي كانت بتصرف مئات الملايين على صفقاتها النهاردة بتفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما تبرم صفقة جديدة. فأنا بشوف إنه البطولة دي بطولة كأس العالم للشباب مهمة جدا، زي مثلا بطولة أمم إفريقيا للمحليين، زي مثلا دورة الألعاب الأولمبية للأندية المصرية عشان تتابع وتكتشف نجوم. يعني مثلا لما أتكلم على منتخب زي منتخب جامبيا، هل حد يسمع عن الكرة في جامبيا أي حاجة؟ هل لو أنا نزلت النهاردة للمتخصصين، مش للشارع مش للجمهور، لو نزلت للناس المتخصصين في كرة القدم وسألتهم عن اسم 3-4 أندية بيلعبوا كرة في جامبيا، هل حد ممكن يرد على السؤال ويجاوب على السؤال؟ ما أعتقدش. جامبيا بالنسبة لنا عالم مجهول، وما أعتقدش إن هو سوق رائج لتصدير اللاعبين للخارج. لكن لما تيجي تشوف منتخب شباب جامبيا وتشوف عروضهم اللي قدموها في بطولة أمم أفريقيا هنا في القاهرة وتشوف أدائهم في جامبيا، كسبت فرنسا يا جماعة، جامبيا كسبت فرنسا في بطولة كأس العالم للشباب، جامبيا متصدرة مجموعتها على حساب كوريا الجنوبية وعلى حساب فرنسا وعلى حساب الهندوراس. فلما تيجي تتكلم على منتخب شباب تحت 20 لازم أبص على جامبيا. أنا ما كلمتكش على بقية يعني المنتخبات المشاركة في البطولة، أو في النهاية أنا لو رايح أبص على لاعب محترف هبص على كل الفرق اللي بتشارك، لكن أنا بتكلم على جامبيا لأنه سهل قوي لما نادي زي النادي الأهلي أو نادي زي أي نادي تاني يتفاوض على موهبة في جامبيا، سهل جدا أنك أنت تعمل الصفقة بفيري لو بادجت، بميزانية أو برقم قليل جدا. بنتكلم على نيجيريا الحقيقة اللي برضو قدمت عروض قوية جدا، كسبت إيطاليا وضمنت التأهل، هي في مجموعة معاها كمان قوة عظمى، معاها لو ممكن نعرض مجموعة البرازيل جروب دي، معاها البرازيل وإيطاليا ونيجيريا، الثلاثة طبعا عندهم 6 بونت بس في النهاية، والدومينيكان طبعا 0 من النقاط خلاص خرجت من المجموعة، لكن نيجيريا ضمنت التأهل لأنها كسبت إيطاليا، وبالتالي مواجهتها مع البرازيل النهاردة يعني طبعا مواجهة منتظرة، وفي النهاية طبعا صدرت مجموعة، لكن واحد من المنتخبات اللي قدم عروض قوية جدا. تونس كريستو واحد من أفضل لعيبة تونس الحقيقة اللي تبني عليهم مستقبل في القريب كمان العاجل، مش هقول لك محتاج وقت كتير. تونس معاها انجلترا واوروجواي والعراق، تونس في المركز الثالث متساويه مع الاوروجواي، وفي النهارده لقاء فاصل بينهم، في لقاء فاصل بين تونس واوروجواي، مكسبها يؤهل تونس للادوار الاقصائيه. خدوا بالكم كمان انه حتى في المركز الثالث ممكن تتاهل، يعني هم مفترض انه بياخدوا الاول والثاني من كل مجموعه وبياخدوا احسن اربع توالت يتأهلوا لدور ال 16، وبالتالي تونس فرصتها كبيرة جدا في التأهل لدور ال 16 حتى لو تعادلت النهارده مع الأوروجواي. فأقصد أقول أنتوا إنه منتخبات إفريقية عاملة شغل كبير قوي، ده على مستوى الترانسفير، على مستوى العين الخبيرة اللي ممكن تكشف وترصد كتير من المواهب اللي في سن صغير جدا، فرصة كبيرة للاستثمار الفني والمالي، فرصة انك انت تجيب لعيب صغير تبني عليه وتستفيد منه فنان، وتقدر بعد كده تعيد تصديره مرة تانية بعد ما تحطه في الفاترينة بتاعتك، وخصوصا لو كنت نادي زي النادي الاهلي مثلا بتكلم على يعني قاعدة متابعة، سيبك من القاعدة الجماهيرية، انا بتكلم على مين بيتفرج على الاهلي اللي بقى معروف في العالم كله النهاردة، الاهلي اللي لعب ريال مدريد والاهلي اللي لعب بايرن ميونخ والاهلي اللي كسب بالميراس والاهلي اللي كسب الهلال، فبالتالي
بقى النهارده الاهلي في كاتيجوري الانديه العالميه بجد، مش فكره حب وانتماء، فكره ارقام ومشاركات ومستويات بيقدمها الفريق وتواجد في كاس العالم مستمر، وبالتالي تقدر العالم كله النهارده يشوف اللعيبه في الفاترينا بتاعتك. طيب نروح للاهلي وماتش سيراميكا. مستر مارسيل كولر الحقيقه النهارده هينهي استعداداته من بعد تمرينه النهارده اللي هتبدا وهنحاول نتابعها مع حضراتكم على مدار الحلقه لماتش بكره مع سيراميكا كليوباترا، مباراه في توقيت صعب جدا الحقيقه، توقيت مطالب فيه انك انت واحد تحافظ على فرقتك، اتنين تريح لعيبتك، تلاته تتفادى الاجهاد والاصابات، اربعه تاخد التلاته بونت بتوع الدوري. هيفكر فيها ازاي مستر كولر؟ كان الله في عونه الحقيقه. لو انا مكانه سحقا للثلاث نقاط. يعني تفرقش معايا خالص ثلاث نقاط النهارده، لكن في لعيبه كتير جدا مش ممكن اغامر بيهم في الوقت الحالي في مباراه في الدوري، لكن طبعا الراجل اكيد عنده فكره، اكيد هو صاحب القرار الاول والاخير. خليني اقول لكم بس انه ماتش بكره اتعدل ميعاده. ماتش بكره بعد ما تم الاعلان عنه انه هيكون الساعه 8، اصبح بكره ان شاء الله المباراه هتتلعب الساعه 9:30 في استاد القاهره في واحد من اللقاءات المؤجله من الجوله 27 لمسابقه الدوري المصري. الفريق طبعا النهارده هيلعب او هيتمرن في على ملعبه في التمرينه الاخيره، وبعدها هيعلن مستر مارسيل كولر قائمه الفريق اللي هتخش معسكر مغلق النهارده وتشارك في مباراه بكره ان شاء الله. بروفا تقدر تقول عليها اخيره قبل بقى ما نقفل صفحه الدوري ونروح لاهم صفحه الموسم ده واصعب صفحه الموسم ده في ظروف صعبة الحقيقة. أهلي عانى من غيابات، من إجهاد، من إصابات لعدد من العناصر المؤثرة والفعالة في الفترة الأخيرة. نتمنى أنه المتبقي من الوقت يسمح لنا بالاستعداد واستعادة أوراقنا دي واستعادة فعاليتها ومستوياتها اللي كانت وصلت لها قبل إن شاء الله يعني التوقف ده، وإن شاء الله تكون جاهزة إن شاء الله معانا في مباراة نهائي دوري الأبطال اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 4 يونيو المقبل. زي النهارده ان شاء الله هنكون بنتكلم مع حضراتكم على حلقه نهائي دوري الابطال، ماتش يوم الماتش، فبالتالي انت بتتكلم على اسبوع ان شاء الله يكون فتره كافيه لمستر كولر للتحضير للمباراه. لغايه دلوقتي رصدنا في البطوله 59 بونت، فاضل لنا 6 مباريات مؤجله، والاهلي لعب 23 مباراه، فاز في 18، تعادل في 5، وما عرفش طعم الخساره في ولا مباراه. اقوى خط هجوم على مستوى المسابقه 44 هدف، كمان هو افضل خط دفاع على مستوى البطوله، استقبلت شباكه 7 اهداف فقط لا غير. مصطفى شوبير، ملف حراس المرمى عموما يمكن من الملفات اللي عامله او مسببه صداع للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، لكن الحمد لله اطمنا بشكل نهائي على جاهزيه مصطفى شوبير لماتش بكره. بكره ان شاء الله شوبير ومصطفى مخلوف هيكونوا حراس مرمى النادي الاهلي في المباراه. طبعا الجهاز الطبي اخضع مصطفى شوبيل يعني عدد من الفحوصات الطبيه بعد ما اصيب في مباراه الجيش الاخيره، وتم وضع يعني زي لاصق طبي كده واستكمل المباراه، لكن الحمد لله ان شاء الله هيكون جاهز لمباراه بكره. والنهارده كمان يمكن قبل ما ادخل الحلقه وانا بتابع اخبار الفريق طمنت كمان على سلامه محمد شناوي وجاهزيته للمباراه. حقيقه الجهاز الطبي نادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله قاموا بمجهود غير طبيعي، والحقيقه الشناوي كمان كان اكثر حرصا واكثر التزاما بكل او بتفاصيل البرنامج اللي حطه دكتور احمد ابو عبله، تم حقنه بحقن بلازما عشان يكون في احسن حال. طبعا هو ما شاركش في الثلاث ماتشات بتوع الاهلي في الدوري، ام بي ثم الجيش ثم مباراة سيراميكا بكرة بسبب الإيقاف، لكن إن شاء الله خليني أطمنكم أطمن جماهير النادي الأهلي، الشناوي بإذن الله جاهز، ومن بعد مباراة سيراميكا هيدخل بشكل كبير في مرحلة الاستعداد النهائي لمباراة الوداد. بعثة الوداد المغربي يمكن على وشك الوصول، وكل الحقيقة مسؤولين في النادي الأهلي أنهوا ترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الوداد المغربي، طبعا استعدادا لمعسكرهم اللي هيقيموه هنا في القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي في يوم الحد اللي جاي على ملعب استاد القاهرة في جولة الذهاب طبعا لنهائي دوري الأبطال. كان في حرص من الأهلي طبعا أن يكون في استقبال مميز للأشقاء المغاربة، وخصوصا طبعا يعني قصة تسهيل مهمتهم في فترة تواجدهم في القاهرة، على أمل طبعا أنه تكون المعاملة بالمثل في المغرب. والحقيقة أن احنا
مع الأشقاء في المغرب، سواء مواجهة وداد سواء مواجهة رجاء. الحقيقة الاستقبال بيكون زي ما تعودنا الحقيقة من أشقائنا في المغرب، بيكون على أحسن مستوى. خبر سريع من منتخب مصر إن منتخب السودان هيصل القاهرة يوم 15 يونيو المقبل عشان يستعد للمواجهة الودية اللي هتجمع بين المنتخبين يوم 18، بعد ما نلعب ماتش غينيا إن شاء الله يوم 14 في المغرب، الماتش اللي في تصفيات أمم أفريقيا. هنرجع القاهرة عشان في فترة الأجندة الدولية هيكون في مباراة ودية ما بين الفراعنة ومنتخب السودان يوم 18. فالنهاردة أعلن المسؤولين في منتخب السوداني إن هم هيصلوا للقاهرة ويعملوا معسكر إن شاء الله لمدة 3 أيام قبل منتخب جنوب السوداني، طبعا جنوب السودان، قبل المباراة ب3 أيام. هيوصلوا يوم 15 استعدادا لمواجهة يوم 18. حجازي المتألق مبروك طبعا طارق حامد، مبروك أحمد حجازي. الاثنين الحقيقة قدموا تجربة رائعة مع اتحاد جدة، وخصوصا حجازي كابتن الفريق اللي استطاع الحقيقة أنه يقود الاتحاد لصدارة جدول الترتيب والحصول على لقب بطولة الدوري السعودي في منافسة كانت شرسة جدا، قوية جدا، صعبة جدا مع النصر ومع الهلال. لكن الحقيقة بفوز اتحاد جدة في الجولة الأخيرة على الفيحاء ضمن الحقيقة نادي اتحاد جدة الحصول على اللقب. والحقيقة التتويج ده حط حجازي أو نقل حجازي على مستوى الدوري السعودي كله في ناحية تانية خالص، في حتة تانية خالص، لأنه اسم حجازي اتحط في قائمة تاريخية، لأنه لاعب قاد وكان كابتن فريق الاتحاد السعودي وقاده للفوز على أكتر من بطولة في موسم واحد بعد ما توجوا بالدوري على حساب الفيحاء بنتيجة 3-0. كانوا فازوا قبل كده في شهر يناير بالسوبر السعودي، وبكده انضم أحمد حجازي كابتن منتخب مصر لقائمة الدوري السعودي التاريخية. مبروك، يعني أعتقد أنه أسبوع رائع بالنسبة لأحمد حجازي تحديدا، لأنه بعد ما ربنا رزقه بابنه ريان بأيام توج الفريق بالدوري السعودي وفاز هو أو انضم اسم أحمد حجازي لقائمة الدوري السعودي التاريخية. فاصل نرجع نتكلم عن الكالتشو، عن الكرة الإيطالية، عن نجاح الحقيقة غاب لمدة سنين طويلة جدا. أنا بكلمكم وإحنا على أعتاب 3 نهائيات لبطولات أوروبا، تشامبيونز ليج، يوروبا ليج، والكونفرنس ليج، والثلاثة حاضر فيهم في كل نهائي منهم طرف إيطالي. هنتكلم بتفاصيل أكتر في السادسة بس بعد الفاصل. تقدر تقول إن الكرة في إيطاليا كرة المتناقضات، يعني كل حاجة وعكسها. منتخب يفاجئ العالم كله ويفوز ببطولة اليورو، يجي بعدها يفشل في التأهل لبطولة كأس العالم، تيجي بعدها كل الأندية الإيطالية الحقيقة تتألق، وأهمهم طبعا في صدارة المشهد الإنتر اللي هيواجه السيتي في نهائي تشامبيونز ليج، روما اللي هتواجه سيبيا أو إشبيلية في نهائي اليوروبا ليج، وفيورنتينا اللي هيواجه ويست هام يونايتد في الكونفرنس ليج. ما تفهمش هي الدنيا ماشية فين، طالعة لفوق ولا نازلة لتحت. خلينا نستقبل جيان لوكا بيتراتشي طبعا نجم تورينو ونوتنغهام فورست والمدير الرياضي السابق لنادي روما، هو ضيفنا النهارده في السادسة. بداية طبعا كل الشكر على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك في السادسة. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم، شكرا لكم. يعني انا بداية كنت بتكلم واحنا هنا في مصر يمكن في قاعدة عريضة جدا بتحب الكرة الإيطالية وبتحب منتخب إيطاليا، تحب الأندية الإيطالية ومن عشاقها ومشجعينها. كنت بكلم على فكرة المتناقضات في الكرة في إيطاليا. عندكم منتخب نجح إن هو يفوز ببطولة اليورو في مفاجأة الحقيقة في التوقيت ده، لأنه ما حدش كان متوقع إنه إيطاليا تحقق اللقب، ثم يفشل المنتخب في الوصول لبطولة كأس العالم، ثم تنجح الأندية الإيطالية وتتألق في بطولات الأوروبية المختلفة، الإنتر في تشامبيونز ليج، روما في اليوروبا ليج، وفيورنتينا في الكونفرنس ليج، والثلاثة أطراف في المباراة النهائية. إزاي بتشوف ده أو إيه تفسيرك لده؟ أنا أعتقد أن إيطاليا دائما مميزة، إيطاليا لا تقارن بأحد. أود أن أوضح لكم أن إيطاليا تهبط وترجع من جديد، تركض وتقوم مرة ثانية. كل العالم يعرف أن الكالتشو الإيطالي والكرة الإيطالية مختلفة عن كل الدوريات ومختلفة عن جميع الأندية في جميع أنحاء العالم، فكما قلت لكم سابقا، وهذا ملحوظ
لا سيما في الموسم الأخير، أن إيطاليا أعادت نفسها من جديد. لا نقول أن إيطاليا تقدمت لأنها دوما متقدمة كما كنا نلاحظ قبل الألفينات وبعد الألفينات أيضا، ولكن لاحظنا أنها هبطت مرة ثم صعدت مرة ثانية. هذا أقول لكم بمثال توضيحي، مثل العصفور الذي يلقي عليه أحدهم حجرا ثم يقع ويقوم من جديد مرة ثانية. هذا هو حال الكرة الإيطالية وهذا هو حال إيطاليا، فلا لابد أن ننمي نفسنا من جديد. طيب قبل ما أدخل معك في حياة تعلق الأندية الإيطالية وفرصهم في مواجهات النهائية لبطولات أوروبا، خليني أسألك على التيشيرتس اللي ظاهرة يمكن معنا في الكادر، ودي طبعا يعني تفاصيلها بطولاتها ذكرياتها مع جان لوكا بيتراتشي. هذه ذكريات حقة جميلة تعبر عني أنا عندما نعم، لا ذكريات ما هي حقة جديرة بالذكر، لا يمكن، لا أستطيع القول سوى أننا لا أستطيع أنا أتخلى عنها مهما حدث. هكذا أنا وأعقد اجتماعاتي دوما ويسألونني عنها، ما سر هذه التيشيرتات وما هذه الذكريات حقا. توجد أيضا بعض الأشياء الأخرى في حقيبتي وبعض الأشياء الأخرى في المتعلقة بالنوادي الإيطالية وغير الإيطالية عندما كنت أيضا في الدوري الإنجليزي، لكن أقول لكم هذه ذكريات جميلة. طيب خليني أكلمك على التيشيرتات دي، طبعا بتاعتك أنت في الفترة اللي أنت كنت بتلعب فيها، مظبوط؟ طبعا بالطبع بالطبع نعم، هذه كلها لي، وأيضا توجد بعض التيشيرتات عندما كنت طفلا صغيرا ألعب بالكرة في شوارع مدينتي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى عدة نوادي، ثم بعد ذلك أصبحت نجما إيطاليا وبعدها نجما عالميا. ذكريات كل منا له ذكرياته الخاصة، أتذكر وأيضا بعض اللاعبين الكبار عندما كانوا معي مثل موريري. هذا بشكل عام. طيب خليني أبدأ معك بنابولي الحقيقة، لأنه الجمهور الكالتشيو اتفاجئ السنة دي بقدرة نابولي على منافسة الكبار، قدرة نابولي على تقديم يعني عدد كبير من النجوم، مش عايز اختصرهم في خافيتشا فاراتسخيليا وأوسيمين فقط، لكن بعتقد ان في كتيبة من نجوم قدمها فريق نابولي السنة دي، سباليتي وقدرته على قيادة نابولي لتحقيق الدوري بعد غياب، يعني انا اعتقد انه غياب استمر يمكن اكتر من حاجة و30 سنة، نابولي ما حققش البطولة يمكن من ايام مارادونا. ازاي بتشوف نابولي وهل كان ده متوقع السنه دي انه يتوج بلقب البطوله ولا لا؟ في الحقيقه نابولي كان مفاجاه للجميع، لكل المدربين وللجمهور، ايضا للاعبي نابولي انفسهم، فكما راينا ان نابولي يتالق بجداره لا يضع حدودا لاي احد، لا يحترم قواعد الكره. ان نابولي فريق رائع يتقدم ويضرب ولا يبالي، فكانت مفاجأة للكل، ليس لي فقط وليس للمدربين الفنيين. أرى أن سباليتي معلم للكرة الإيطالية، ليس فقط مدرب، إنما في الحقيقة هو معلم، تلقى الكرة من مدرسة هي حقة جديرة بأن تعلم العالم ما معنى الكرة وما معنى الكرة الإيطالية بشكل خاص. يمكن كان الغريب في الموضوع أنه بعد التتويج أنه يكون في إعلان عن وجود يعني مشاكل أو خلافات أو اختلافات في وجهات النظر بين إدارة نابولي وبين سباليتي، كلام عن رحيل سباليتي، بل إنه في كلام حتى عن مفاوضات بين إدارة نابولي وبين لويس إنريكي مدرب البارسا ومدرب منتخب إسبانيا السابق لتولي مسؤولية نابولي في الموسم القادم. هناك بعض المشاكل الصغيرة ما بين سباليتي وما بين إدارة الفريق عن رحيله وأنباء عن رحيله، لكن أنا أعتقد
أنه لن يرحل، لا سيما وقد ترك هذه البصمة الكبيرة في قلوب الآلاف بل الملايين. فلا أعتقد أنه ليس من السهل أن يرحل سباليتي عن نابولي. يمكن أخذك لروما، وأنت كنت طبعا مدير رياضي لنادي روما سابقا، وأكيد كنت قريب من مؤسسة العمل داخل نادي روما. إزاي بتشوف وإيه هو تقييمك لتجربة خوسيه مورينيو، وخصوصا أنه على أعتاب تاني تتويج قاري مع روما، روما على موعد طبعا في نهائي اليوروبا ليج في مواجهة سيبيا. توقعاتك للمباراة ورأيك أو تقييمك لتجربة خوسيه مورينيو مع إي أس روما. أنا أريد أن أقول لكم أن روما مستعدة وبقوة بأن تكون هي بطل وحامل اللقب، بأن تنتصر على خصمها. روما هذا العام أو هذا الموسم تستعد وبقوة وتتألق، وأيضاً أيضاً بجدارة. لن أقول أنها تساوي نابولي أو الفرق الأخرى، لكن روما لها تاريخ كبير. هل بتشوف أنه إذا ما نجح فريق روما في التتويج بلقب اليوروبا ليج هيكون على إدارة نادي روما أنها تحتفظ بخدمات خوسيه مورينيو؟ لأنه في برضو تقارير وفي كلام على أنه في مفاوضات بين جوزيه مورينيو أو خوسيه مورينيو لتولي مسؤولية البي أس جي من بداية الموسم المقبل. مورينيو في العام الساقط حقق أيضا بعض الأشياء المهمة، ولا يمكن أن ننكر فضله. فهو أيضا كبير، ولو سبق كبير، ولو كما نقول صولات وجولات مقارنة بأخصامه. نابولي من وجهة نظر الكثيرين يعني كان هو الأقدر بالوصول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عن الميلان وعن الإنتر، تتفق ولا تختلف؟ خروجه كان مفاجأة كبيرة. أنا أعتقد أن الإنتر ميلان فريق قوي جدا في الثلاث سنوات الأخيرة بخلاف نابولي، لكن نقول أنه أهدى نابولي هدية كبيرة مقارنة أيضا بالفرق الأخرى. يمكننا أن نقول أن الإنتر فريق لا يحتمل أيضا الخسارة، وأنا أتوقع له مباراة جيدة وسيحقق، لا نقول انتصارا لأن السيتي فريق كبير في المباراة التي ستجمع بينه وبين المانشستر سيتي، لكن أعتقد أن الإنتر سيكون متألقا أيضا. هل كنت تعتقد أنه النهائي بين السيتي وبين نابولي يمثل نهائي عادل على مستوى بطولة تشامبيونز ليج، أو النهائي الأقوى على مستوى بطولة دوري الأبطال؟ أنا أعتقد أن السيتي له تنظيم وتخطيط هو الأفضل في أوروبا، هذا قولي وهذا بلا شك، وهذا أجمع عليه كل المدربين. لكن الإنتر ميلان له جمهور يقاتل من أجله، جمهور الإنتر ميلان لا يتركه في السراء ولا في الضراء، هو جمهور أصيل لا يتخلى عنه أبدا. هذا ما نراه أيضا في بعض الفرق العربية، أن جمهوره لا يتخلى عنه أبدا بخلاف السيتي. هل شايف أنه الإنتر قادر أنه بقيادة طبعا سيميوني إنزاجي، واحد من المدربين اللي اعتقد بقوا اصحاب بصمه في الكره في ايطاليا، قادر على انه يتعامل مع بيب جوارديولا، او قادر انه يسرق اللقب من بيب جوارديولا؟ بالفعل قد قلت سابقا ان انزاغي يواجه مشكله كبيره وهي المانشستر سيتي، لكن هو مدرب كبير ويمكن أن نرى شيئا غير متوقع إطلاقا، كما رأينا أيضا في كأس العالم السابق العديد من المفاجآت. الآن ممكن أن نرى بعض المفاجآت من الإنتر ميلان، كما رأينا أن فريق نابولي يحقق الكثير، ممكن أن نرى المفاجآت أيضا.
يمكن الموسم على وشك الانتهاء وايام بتفصلنا حتى عن نهائيات البطولات الاوروبيه. اتكلم معاك شويه عن اهم الصفقات في موسم الانتقالات وهبدا بنابولي. كلام كتير عن رغبه عدد كبير من اكبر انديه اوروبا في انها تنتدب او تشتري اهم نجوم الدوري الايطالي، ويمكن دي ظاهره شفناها في السنوات الاخيره، عدم قدره الانديه الايطاليه على الحفاظ على مواهبها. خرج منها لوكاكو، خرج منها حكيمي، خرج منها دوناروما، خرج منها كوليبالي، خرج منها انسيني وغيرهم من الاسماء. هل بتشوف انه نادي زي نابولي وخصوصا بعد خروجه من اوروبا وبعد رحيل سباليتي، هل ممكن يحافظ على نجوم بقدر مثلا او بحجم اوسيمين او بحجم كفاراتسخيليا، ولا تتوقع انه ده يكون نهايه المشوار بالنسبه لهم؟ أنا أعتقد أن نابولي دائما يشتري بعض اللاعبين الكبار، أعتقد أنه سيقوم ببعض الصفقات وأنه سيضم بعض النوادي الأخرى، بعض اللاعبين الآخرين كما نرى أيضا أن نابولي لديه الرغبة أيضا، وقد سمعت هذا ممن أثق بهم أن نابولي سيشتري بعض اللاعبين الكبار وسيضمهم لا سيما بعد خروجه في مرته الأخيرة أو سيعيد نفسه من جديد. هذا بكل التأكيد سيدفعنا نحن أيضا إلى إعادة التنظيم من جديد. طيب خلينا أسألك، هو بكل المقاييس وبصرف النظر عن نتائج المباراة النهائية نجاح كبير جدا للأندية الإيطالية في كل المسابقات الأوروبية، برأيك هل ده ينعكس في الموسم اللي جاي على قوة الكالتشيو، على قوة الدوري الإيطالي؟ هل يستعيد الدوري الإيطالي قدرته على المنافسة الدوري الإنجليزي مرة تانية؟ وإيه تأثير ده على منتخب إيطاليا؟ عفوا لم أفهم السؤال جيدا. طيب أنا اتكلمت على أن الموسم ده على مستوى الانديه الايطاليه موسم ناجح جدا بصرف النظر عن نتائج الثلاث انديه الايطاليه اللي بتشارك في نهائيات البطولات الاوروبيه، هو موسم ناجح، وصول ثلاث انديه ايطاليه للمباريات النهائيه في اليوروبا ليج، في الشامبيونز ليج، في الكونفرنس ليج، بالتاكيد نجاح للكره الايطاليه. ياثر ده ازاي، تتوقع انه ياثر ده ازاي على قدره الدوري الايطالي في الموسم اللي جاي على انه ينافس الدوريات الكبرى؟ ده واحد. اثنين، ياثر ازاي كمان على تطور او على مستوى المنتخب الايطالي؟ انا اظن ان الكالتشو الايطالي لابد ان يعيد نفسه من جديد، وبالطبع هذا سيؤثر بالايجاب علينا لا بالسلب. راينا هذا الموسم الفرق الايطاليه تتقدم نحو الصداره، ثلاث فرق إيطالية تتقدم، فهذا من الطبيعي أن نرى هذا سيحقق نجاحا كبيرا في الموسم المقبل، وهذا بالطبع سيدفعنا أيضا لأن نكون أكثر طموحا تحقيق الكثير، ولما لا. فنحن في كل الأحوال نترقب نتيجة إنتر ميلان وبعدها سنحكم. أتمنى كل التوفيق للأندية الإيطالية اللي بتشارك في أوروبا، روما في مواجهة إشبيلية، فيورنتينا في مواجهة وستهام، لكن في تشامبيونز ليج قلبي قلبا وقالبا مع الانتر. بشكرك طبعا شكرا جزيلا نجم الكرة الإيطالية، نجم تورينو ومدير السابق، مدير الرياضي السابق لنادي روما جان لوكا بيتراتشي، كان ضيفنا في السادسة، شكرا جزيلا ليك. فاصل ونستقبل نجمنا النهاردة كابتن عمرو الحديدي في السادسة. السؤال الأهم، كيف سيخوض الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 في او على استاد القاهره، قبل ما تكون او هي فعلا هتكون المباراه الاخيره او المحطه الاخيره للاهلي قبل ما نروح لمباراه الوداد. خليني اقول لكم الاول، طبعا زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه انا طمنتكم على الشناوي، ان شاء الله الشناوي مع مصطفى شوبير ومع مخلوف هيكونوا جاهزين لمواجهه الوداد. الكلام على حمدي فتحي رسميا مفيش حاجه مؤكده بالنسبه لحمدي، وموقفه مازال غير واضح، هنعرف النهارده او هنتاكد ونطمن عليه بعد ما يخضع للكشف الطبي مع دكتور احمد أبو عبلة. وإن شاء الله بإذن الله زي ما تعودنا مع الأهلي دايما، الأهلي بمن حضر ال 11 اللي هيمثلوا أو هيختارهم مستر كولر لماتش الوداد بإذن الله يشرفونا وبإذن الله يرفعوا راسنا ويعملوا لنا نتيجة مطمئنة بإذن الله قبل ما نروح
للمغرب. خلوني ارحب بضيفي النهارده ونجمنا كابتن عمرو الحديدي اللي بيشرفنا في سادسها. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء النور يا استاذ احمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. خليني كده اخدك شويه سريعا قبل ما نخش في تفاصيل المرحله الصعبه. بشوف يمكن الاسبوع او ال10 ايام او الاسبوعين دول تحديدا يمكن يكونوا اهم اسبوعين في الموسم كله، واكيد في تركيز كبير من الجهاز الفني على انه يتعامل يعني معاهم بافضل شكل ممكن. هسمع رايك وتصورك. خليني اخدك لكاس العالم للشباب. طبعا البطولة الأفريقية اللي استضافتها القاهرة واللي أهلت الشباب خلتنا نتفرج على منتخبات الحقيقة يعني رائعة. منتخب ولو إن السنغال هو البطل واللي كنا متوقعين منه يوصل لبعيد في كأس العالم لكنه خرج مبكرا، لكن الحقيقة بقية المنتخبات الأفريقية عاملة شغل ولا أروع. تيجي نشوف كده الجدول الترتيب. تعال نشوف المجموعات. أفكركم وتابع مع كابتن عمرو مجموعات كأس العالم للشباب. دي المجموعة الرابعة اللي فيها البرازيل وإيطاليا. انت عارف طبعا البرازيل وإيطاليا طبعا بقوتهم وجبروتهم، ومعهم نيجيريا والدومينيكان. نيجيريا ضمنت التأهل، حققت فوز على الدومينيكان وحققت فوز على منتخب إيطاليا، وبينتظرها لقاء مع منتخب البرازيل على صدارة المجموعة. هي كده كده ضمنت التأهل لان نتيجة المواجهات المباشرة بالظبط كده. وفي تصفيات كاس في بطولة كاس العالم بياخدوا احسن اربع توالد كمان، يعني ممكن قوي البرازيل وايطاليا ونيجيريا يكونوا هم المؤهلين من المجموعه دي. فدي نيجيريا بالمناسبه وعلى عهده في الجول ان منتخب كابتن منتخب نيجيريا ما بيلعبش في نادي او متسجل على نادي واحد ما حدش يعرفه في نيجيريا نفسها. نروح للمجموعه الخامسه جروب اي، فيها انجلترا واوروجواي وتونس والعراق. العراق للاسف خرج من البطوله، ممثل طبعا عربي كنا نتمنى له التوفيق، لكن تونس مقدمه عروض قويه جدا وبتنتظرها مواجهه اخيره مع اوروجواي، واذا فازت تونس تتاهل مباشره. لو تعادلت تونس تضمن او تضمن اعتقد تضمن انها تتاهل ضمن اربع توالد احسن توالد، ودي منتخب افريقي الثاني. الجروب اف او المجموعه السادسه دي المفاجاه بقى. جميل. هي مش مفاجأة قوي لأنها وصيف بطولة أفريقيا اللي كانت هنا في القاهرة، لكن إنه جامبيا تطلع كأس العالم وتتصدر مجموعتها وتكسب فرنسا وعلى حساب فرنسا وكوريا تبقى في صدارة المجموعة وتضمن التأهل، دي بالنسبة لي مفاجأة المفاجآت. وزي ما كانت جامبيا حصان أسود مفاجأة بطولة أمم أفريقيا في مصر، جامبيا في كأس العالم هي في الأرجنتين برضه حصان أسود مفاجأة البطولة بدون نقاش. بص يا استاذ احمد، الناس دي بتدرس كويس قوي، يمكن محلل الاداء هو مصري الجنسيه. انت قلت لي المعلومه دي انا بصراحه اول مره اعرفها. محلل الاداء مصري الجنسيه، اعتقد اسمه عبد الفتاح محمد، حامد محمد عبد الفتاح او حاجه. أي. عبد الفتاح. أي. هو محلل الاداء، الراجل شغال من هو ابتدى من القاهره للمشروع ان هو بيحلل اداء كل فرقه، بيحلل بطريقتين، مع المساعد بتاعه التحليل لفرقته لنقاط ضعف وتحليل نقاط القوه في الفرقه الثانيه، بيشتغل من هذا القبيل وشغال كويس قوي. وصل بجنب ان هي تبقى اول المجموعه زي ما احنا سامعين دلوقتي. أي. ومترشحه ومحققه على حساب فرنسا وعلى حساب لا اليابان. لا يعني اجمالا المشاركه الافريقيه مشرفه، يعني طبعا نشوف ثلاث منتخبات مع عتاوله، يعني سواء برازيل ايطاليا فرنسا اوروجواي، يعني هو بيقولوا ان الدنيا بتقرب قوي. انا كنت وصيف افريقيا بس انا حاطط هدف ان انا اكون في الارجنتين ليا سبب. هنا كمان مهم اقول يا كابتن عمرو انه القصه ابدا مش قصه امكانيات، يعني جامبيا على مستوى التاريخ والالقاب والبطولات منتخبات وانديه مفيش طبعا، يعني محدش يسمع، لكن اقصد اقول انه في تجارب لازم تحط تحتها 100 خط وتقول انه القصه قصه ناس بتشتغل، ناس حطت برنامج، عرفت تختار صح، عرفت تحدد اهداف، وعرفت توجد الادوات لتحقيق الاهداف دي وهي تحققها. ما هو دلوقتي انت حضرتك وهم في القاهره لفتوا انظار اربع خمس لعيبه كانت موجوده عندهم، اثنين في نص الملعب وهاف يمين واثنين فراوده. أي. متوسط الاعمار 2003 و2004، يعني الناس دي بتشتغل من فتره، مش لسه حديث الكلام. أي. يعني الناس شغاله بمعدل انا هوصل لهدف معين ان انا حققت بطوله افريقيا، ولو وصلت ان انا صعدت الكاس العام في الارجنتين اكون ايجابي. هو دلوقتي شغال كده، انا ما حققتش كنت وصيف في بطوله افريقيا بس انا ايجابي وواضح امكانيات لعيبتي. يعني ولاعيبتي خدت يعني من الخبرات يعني ما يكفي. انا اعتقد انه في معظم الاوقات بيبقى الهدف بس انا يعني اتاهل لكاس العالم، تمثيل مشرف. تمثيل مشرف بالظبط. لكن الناس دي مش بس عايز تتأهل كاس العالم، دي عايز تروح كاس العالم كمان تعمل حاجه. ده الهدف يا كابتن. شابوه يعني جامبيا بالذات. تونس منتخب دوله كرويا يعني دوله كبيره. نيجيريا طول عمرها بالذات في المراحل الصغيره دي
ما بتهبش حد. ارجنتين، برازيل، اولمبياد ذهبيه، كاس عالم، يعني متعودين ما عندهمش المشاكل. الاسماء الكبيره اللي شفناها مع منتخب نيجيريا زي كانو ودانييل اوموكاشي واوسن اوكوشا والكلام، الاسماء دي كلها سمعناها اما راحوا كاس العالم وكسبوا اتلانتا مع البرازيل. صحيح صحيح، شفنا الاسماء دي. صحيح. طيب خلينا نروح لموضوعنا. نتمنى الحقيقه، يعني نتمنى اذا كنا بنتكلم على خطط بعيده المدى او يعني في تجارب اهي ممكن نستفيد منها، ولو اني مش عارف مصر ممكن مصر بقيمتها وبتاريخها وانديتها وابطالها تستفيد من جامبيا ازاي، بس المهم يعني تجربه محترمه لازم نحييهم على اللي هم طبعا. تسمح لي بعد اذنك، انا كنت في فقره الاخبار كان في رساله مهمه جدا حابب اوجهها لمحمود حمدي الونش والاحمد الاحمر. محمود حمدي الونش الف سلامه طبعا، الاصابه بتاعته انا عرفت انه خلاص يعني بيستعد انه يسافر المانيا عشان يعمل عمليه رباط صليبي. لكن محمود حمدي الونش واحد من اللعيبه المحترمه اللي تجبرك على احترامه دايما في مجال المنافسه، لازم يبقى في رقي واحترام، في منافسه بيننا وبين بعض، في منافسه بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد، لكن ده ما يجبش ابدا انه يقلل من احترام الناس اللي تستحق الاحترام. ومحمود حمدي الونش بتصريحه ان يوم 4 يونيو هيكون اهلاوي، على فكره دي ده المفروض يكون القاعده مش الاستثناء، ده كان قاعده عامه، ده المفروض يكون الطبيعي مش اللي مش طبيعي. فالحقيقه لازم احييه على روحه دي، ولازم احييه على اخلاقه دي، ولازم اقول انه قيمه يجب احترامها بشكل كبير. بص يا استاذ احمد، انا محمود ده من ولادي، ما انا كنت ماسك الجيش وكان هو لعيب عندي. بص حضرتك في حاجه مهمه، المبادئ ما بتتجزأش. محمود عنده مبادئ من الاول، من الحاج حمدي ولاخواته وللبيت، انا رحت عنده وجي عندي. هو ليه هدف، هدفي ان انا ماشي على الصراط، ما بليش دعوه باي حاجه بتدور حواليا، ما عنديش ضغائن واحقاد، وما عنديش افتعالات اقولها او اكون اداه ان انا اقول كلام يقلل من قيمتي. هو قيمته واسمه وحفر اسمه وسط العمالقه ان هو من احسن مساكين في افريقيا. الراجل عارف هو بيقول ايه، بيقول لك 4-6 هيبقوا انا اهلاوي. هو الراجل بيقتحم الموضوع بايه؟ احنا دلوقتي من هو ساعد الكره المصريه؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي واصل لبطوله افريقيا وان شاء الله يحقق عشان يروح كاس العالم للانديه. فاما الراجل يقول كلمه زي دي، هو داعم لزملائه اللي هم زمان منتخب وزمايل الاهلي، داعم لامكانيات الكره المصريه وفرحته كمصري وليس زملكاوي. دي مربط الفرس، دي اهم نقطه، انا داعم كمصري. أيوه. بلتف حوالين النادي الاهلي انه يوم 4-6 انا اهلاوي، يمثل مصر والانتماء لمصر يجب اي انتماء تاني. ده منطق الناس العاقله، منطق الناس الفاهمه، منطق الناس الكبيره على فكره، ده لا يقلل ابدا ابدا من قيمته كواحد من اهم اللعيبه في مصر، ولا هو قيمته كابتن نادي الزمالك، قيمته كلاعب كلنا بنحترمها. أيوه. قيمته وطنيته كابن مصر داعم للنادي الاهلي. صحيح. هي دي نقطه مربط الفرس زي ما حضرتك قلت، داعم للنادي الاهلي من وطنيته، لان انا راجل لعيب كره عندي من الاحترافيه ان انا بميل لناديه اللي انا في روح التنافس مع بعض بتبقى تنافس شريف. أيوه. بس في وجود ان انا بيلعب ضد مين، انا داعم لناديه وليس للنادي الاخر. صحيح. احمد الاحمر قيمه واحد من اهم لعيبه منتخب مصر في السنوات الاخيره، وقيمه زملكاويه اتمنى الحقيقه انا شخصيا اقدره واحترمه جدا، واتمنى ان انا اشوف زي احمد الاحمر نادي الزمالك قبل ما انا اتمنى اشوف نادي الزمالك محتاج لناس كتير جدا بقيمه وبعطاء وباخلاص وبانتماء احمد الاحمر. فالحقيقه انا كمان بوجه له، انا بشكل شخصي بوجه له تحيه كبيره جدا. هو كلمه النجم والاسطوره بتتقال احترافيه ولا كلام؟ لا، اسلوب ومواقف. المواقف اللي بتتقال من احمد الاحمر والونش ما احتفظنا بالالقاب، هو ده اللي يثبت نجوميتهم واسمهم. تتردد في قناه الاهلي، تتردد في اي قنوات اخرى، تتردد على السوشيال ميديا، على اي مكان، احتفاظ بامكانياتهم واسلوبهم ورقيهم ان هم ناس داعمين للنجاح وليس للاغراض وطغائن واحقاد. ليه وازاي؟ لا، دي ناس عندها من الاحترافيه ان انا بدعم النادي الاهلي، ان انا مصري بدعم النادي الاهلي في الوقوف بجوار النادي الاهلي 4-11 4-6 و11-6. الفكر ده يعني وان كان للاسف الشديد للاسف الشديد بقى قليل، وبقى الفكر المضاد ليه الناس بتجاهر بيه بدون ما تتكسف وبدون خجل وبدون حياء وبدون ما تبقى حاسه انها بتقلل من حجم انتمائها لكل ما هو مصري او كل ما هو مشرف للعالم المصري، يجب ان احنا نحييه عشان ناكد على قيمه ده واهميه ده وزرع ده
في الولاد الجديد، الولاد الشباب الجديد اللي طالع اللي لسه بيتعلم يعني ايه انتماء ويعني ايه منافسه شريفه ويعني ايه لما يكون في اي كيان، اي كيان بيمثل مصر خارج الحدود لابد ان احنا كلنا نبقى وراه وفي ظهره، يعني على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا. فعشان كده حبيت ان انا هايلايت او اكد على المعنى ده والرساله دي، وهو ده اللي انا احب اذا كان في جزء من رسالتنا ان احنا نوصله للشباب الجديد انه يوصل يا كابتن عمرو ليهم. الروح الفرديه كزملكاوي دي حاجه تخصك وقت ما بيلعب ضد النادي الاهلي، روحك كمصري داعما للنادي الاهلي واي نادي اخر في انك هتقف جنب بلدك او جنب ناديك اللي بيمثل بلدك في اللقاء ده. ما فيهاش نقاش طبعا. نروح لمرحله المطبات الصعبه. من لا يومين ما فيش مطبات ان شاء الله. لا يعني من يومين بصراحه كنت باصص لماتش سيراميكا، بالذات ماتش سيراميكا، يعني ماتش امبي وماتش الجيش. يعني ما كانش فيه مشكله مستر كولر يلعب بمين ويجرب مين ويريح مين ويقعد مين، الراجل يعمل زي ما هو عايز. لكن ماتش سيراميكا بالنسبه لي كونه المواجهه الاخيره للاهلي في الدوري قبل ما يقفل صفحه الدوري ويروح لدوري الابطال، لي مهم جدا. واحد، انه العناصر اللي بعيده ترجع تحط رجلها في الملعب وتاخد حساسيه الماتشات وتستعيد فورمتها العاليه. ماشي. اتنين، انه يبقى بروفا حقيقيه، وانت عارف انه الماتشات غير التدريبات طبعا. لماتش الوداد النهارده الحسابات بتختلف، والنهارده انا شخصيا بقول لا، انا احافظ على لعيبتي لا قدر الله اصابه لاعب واحد ممكن يكون مؤثر او غيابه عن مباراه الوداد ما يعوضهاش اي حاجه تانية حتى لو كانت خساره الثلاث نقاط. بص يا استاذ احمد، كولر، يمكن انا كنت مع حضرتك اول لما كولر جه وقلت لحضرتك لما اتكلم عن مباراه السوبر قال لك انا جاي مصر وبلغوني مباراه السوبر مع الزمالك اللي هتتلعب. كولر التدوير اللي عمله، الروتيشن اللي عمله كان تدوير عام، معرفه النادي الاهلي بالمدير الفني ومعرفه اللعيبه بامكانيات كل واحد للمدير الفني. بص، المدير الفني بيعرف جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته مين المدير الفني تعاقدته معاه، واللعيبه بتعرف الراجل امكانياتنا ايه. دلوقتي كولر بيعمل تدوير مؤقت اسمه ال 30 لاعب كلهم جاهزين للمباراه. حسين، عبد القادر، تاو، على طاهر، قفشه، قندوسي، كهربا، شريف، رامي، كل الكلام ده اسمه تدريب مؤقت. الراجل شغال بيه ان انا ابقى عندي جاهزيه اللعيبه كلها. في نفس الوقت هو عنده نظره بعيده على الملف اللي اخفق فيه موسيماني ان هو كان عينه على افريقيا وما اداش اهتمام لملف الدوري العام. الراجل بيقول لك انا عندي مباراه بكره، فرق بينها وبين مباراه الوداد 6 7 ايام، منهم المباراه اللي بيبقى فيها الاستشفاء واللي قبل المباراه 3 4 5 جمعة، خلاص 5 ايام. انت بتقول فيهم يومين، انت اليوم اللي بتشتغل فيه تاني يوم اللي هو بعد مباراه السيراميكا، وعندك اليوم اللي قبل المباراه اللي بتصحح فيه حاجات معينه. الراجل وهو شغال بيشتغل بملف اسمه بس الروح، انا عايز من المباراه الثلاثه بونت وعايز احافظ على لعيبتي. الراجل وهو بيشتغل عارف هو ياخد ايه. الناس كلها استغربت ايه الاداء اللي احنا شفناه في مباراه بتاعت طلائع الجيش، شوط اول عادي وبعد كده شوط شرس. كولر بيقسم المباراه لثلاث مراحل، بياخد من المباراه بدايته في مباراه الطلائع اللي جس النبض، ثم اداء فرقته من 4-2-3-1، وهو قبل كده كان بيلعب 4-1-4-1 لنجاح مروان عطيه. الراجل بكره هتشوفه شرس من البدايه عشان يريح اكبر قدر ممكن. هيبقى في دماغه انه بيحضر لماتش الوداد طبعا، ولا هيبقى في دماغه انه يقفل صفحه الدوري باقل خسائر ممكن؟ لا، هقول لك على حاجه، هنشتغلها بميزان مختلف. مش تقليلا من اسم سيراميكا، انا هشتغل ب 35% من امكانيات لاعبتي ان انا ابقى مطمن على اكبر قدر ممكن منهم عشان مباراه الوداد، وفي نفس الوقت عيني على مباراه الوباب اخرج بالمباراه لبر الامان بدون اصابات. بمثلا الو ديانج اخد منه وقت، اخد من تو وقت، اخد من حسين وقت، اخد من عبد القادر وقت، وهو نجح في ده في المباراه اللي فاتت بتاعت انبي وبتاعت طلائع الجيش. ادى رامي، شوف ادى رامي على حساب مين؟ ياسر. يبقى انا دخلت رامي وياسر ومتولي وعبد المنعم، الاربعه كويسين. محمد اشرف اديته نبض مباراه كامله 92 دقيقه عشان اقلل من الضغط، عشان ادي اكبر قدر من الوقت للراحه الخاص بعلي معلول. اديت خالد عبد الفتاح عشان ادي اكبر برضه قسط من الوقت الراحه اللي خاص بمحمد هاني، واديت لمروان خدت منه وقت معين، اديته في مباراه الانبي والناس كانت مستغربه الراجل بيلعب فول تيم ازاي، بس بعد مده زمنيه اسحبت بقى مفاتيح اللعب اللي انا هضطر احمل عليها المباراه اللي بعد دي واديهم اكبر مساحه. الاهلي في الفتره دي عنده من الكم ما يكفي. من الكم انا قلت لحضرتك معاك. خليني اسالك حاجه. اتفضل. يمكن تبقى يعني هي مرتبطه بالماتشين، مش قادر افصلها يعني. كام مركز محسوم في تشكيل الاهلي في مباراه الوداد؟ خمسه. قولهم لي.
بالشناوي يبقوا ستة. بالشناوي يبقوا ستة. الشناوي. محمد هاني وعلي معلول. هاني ومعلول. عبد المنعم. ومنعم. مروان. مروان. حسين الشحات. حسين الشحات. وهبقى طماع وغش احط بيرستاوي. بيرستاوي سبعه يعني. خلاص. والباقي كهربا مش محسوب؟ لا هقول لك، هو خد من كهربا على مدار فتره كولر بالتوازي. بديك 65 واغيرك مع شريف، ادي لشريف 70 واغيرك وانزل كهربا على حساب شريف. يعني انا عايز ادخلك يعني توصل. المركز ده كهربا شريف. خلاص. يعني كهربا بس هتقول مثلا مين يبدا إيه؟ مين ما يبداش؟ النسبه، النسبه. 60 40 كهربا شريف. كهربا شريف. الباقي لسه لم يحسب بعد. طبعا. السبع اسماء اللي انت قلتهم دول يلعبوا ماتش بكره؟ لا. ما يلعبوش ماتش بكره. متولي ورامي. عشان انا هحتاج الكيمياء اللي لايقه ما بين ياسر وعبد المنعم. هاني خالد عبد الفتاح قد. محمد اشرف قد. وفي مفاجاه. ايوه. كوكا لما نزل لعب على الدايره ما حسيتش، ادى مهام لعمرو الصغير انه يزيد. بقى كوكا قافل حته نص الملعب مع الو ديانج. خلاص انت خدت اللي انت عايزه. حمدي انا محتاجه في حاجه معينه. حمدي بتاع ماتشات اوروبيه، بتاع ماتشات حاسمه، انا محتاج حمدي في حاجه معينه هينفذها لي في مباراه الوداد. في نفس الوقت بيرستاو انا بديك يا حسين، لا انا عارف حسين هيعمل ايه، اديت لعبد القادر عشان الاثنين يبقوا قرب من بعض، ابقى محتار في الاختيار. اديتك يا طاهر عشان اشوف. قندوسي هقول لك على حاجه من مكاسب كولر لمباراه طلع الجيش الغريبه، قفشه تكالنج بدون تحليل بيضغط. الراجل غير المفهوم، ما بقاش عنده النجم الاوحد، بقى عنده روتيشن لكم النجوم اللي يحتار فيهم اي مدير فني ان يحط 11 لعيب. خلى اللي على الدكه بتتمنى النزول، وخلى اللي بره خالص يرجع عشان يقول للراجل انا موجود وحطني في الصوره. ما هي الصوره دي حاجتين، ابقى متواجد وبشارك في المباراه اللي جايه اذا كانت سيراميكا ولا مباراتين الوداد، وفي نفس الوقت انا بحط حساباتي مع الراجل بقول له انا موجود ما تمشينيش. ما هي بصوا يا جماعه الاجانب هم كده، انت بتشرح له حاجتين، انا موجود وادائي انت مقتنع بيه، وفي نفس الوقت ما تفكرش في غيري. هو عمل كده. القندوسي وقفشه وطاهر وعبد القادر وخالد عبد الفتاح ومحمد اشرف وكوكا وشريف، لا موجودين في كتير، في كتير يلفتوا انظار لعيبه النادي الاهلي. الراجل من كتر مرونه امكانياته لتغيير الطريقه 4 2 3 1 ماتش الجيش ماتش انبي تتقلب الكلام ويتقلب الحواديت بتاعته، هو غير معلن للفرقه. هتلاقيه محتار، هتلاقي المدرب سيفن فاند بروك المدرب المدير الفني لفرقه الوداد هيفكر هو هيلعب ازاي؟ 4 1 4 1 ولا 4 2 3 1 ولا 4 3 3؟ هو الراجل ده شويه كل شويه بيغير، عشان انت 90% عندك محلل اداء بتتفرج على كل مباراه، بتتفرج على ماتشات الرسميه في الدوري المصري اذا كانت انبي ولا طلائع الجيش ولا سيراميكا. الراجل في حيره. حد عبد القادر الراجل ده مهاري، فانت هتلعب على الباك رايت بالاداء اللي بيلعب عليه عبد القادر، لا ده نزل حسين امكانياته بيشتغل من العمق وبيشتغل ال1 2 1 3 والحاجات دي، ايه ده؟ طب بيرستاو مهاري بيشتغل من الطرف لجوه كهربا. انت متوقع ان الراجل جاي يلعب جيم دفاعي هنا في القاهره؟ لا 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 لا، هو 4 1 خلاص. كولر في مصر شخصيته 4 1. لا انا بتكلم على ستيفن على سيفن فاند بروك. طبعا هيبقى بيأمن، هيبقى بيأمن ويستعمل المرتدات اللي هي على اطراف اوناجمي الراجل السرعه عشان يشتغل من على علي معلول. حميد احداد هيبقى مش موجود عشان الانذار هيبقى من جهه تاني. هو هيبقى قلقان من ثلاث حاجات، من فرص كهربا وامكانيات بيرستاو ومهاره حسين الشحات. لا بص، المباراه بفضل الله ان شاء الله بعد الساعه الكامله اللي هتبقى موجوده في استاد القاهره يوم 4/6 تحسم المباراه ونفتكر، وهاجي لحضرتك هنا قبل المباراه واقول لك الاهلي حقق ايه. بمناسبه كلام كابتن عمرو عن الحضور الجماهيري، انا قلت لحضراتكم امبارح وباكد لكم مره ثانيه، قصة الحضور الجماهيري إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هيكون الساعة الكاملة، بس قصة الحضور الجماهيري لم تحسم بعد، عشان كل الكلام اللي اتقال في الموضوع ده أو في الإطار ده معلومات غير صحيحة وغير دقيقة على الإطلاق. وبإذن الله إن شاء الله الأهلي هيواجه الوداد في استاد القاهرة ساعة كاملة بحضور جماهيري كامل. ما هو استاذ احمد المسرحيه بدات بمشاهدتنا للمشهد الاول في مباراه الهلال، والمشهد الثاني في معلومات في ماتش الترجي في معلومات والرجاء، احنا بقى بننهي المسرحيه بالنهايه بقى. في معلومات اتسربت انه يعني ومعلومات غلط، يعني هي مش معلومات هي اشاعات، خلينا نقول اشاعات، طلعت انه الاهلي هيلعب قدام الوداد ب 20,000 يعني
حضور جماهيري بس. فالقصه دي اكيد ضايقت الناس واكيد ما اتفهمتش عند ناس تانية واكيد قال لي عشان تزود البلبله والكلام. النادي الاهلي اما هيعرف الساعه الكامله هيتم النادي الاهلي هيعلن دوت ويقول لك الساعه الكامله 70 ولا 80000 متفرج. هتلاقونا هنا بنتكلم في ده بشكل كده رسمي ونهائي، معلومه تحديدا من اصل البيت بشكل نهائي من اصل البيت. سيراميكا ايه من وجهه نظرك؟ شايف الفرقه ازاي؟ بص سيراميكا عندها حاجتين. الجيش على فكره رغم انه يعني انا اتفاجئت بيه بصراحه، انا ما اتفرجش على الجيش بقالي فتره، لكن اتفاجئت اولا بسكواد، عنده سكواد كويس جدا صغار السن كلهم وعندهم كوره وعندهم لعيبه مؤثره جدا. اتفاجئت الحقيقه، ولعبوا جيم كويس جدا قدام النادي الاهلي مع منظومه الجيش ومعاهم الكابتن عماد النحاس. تشكيل فرقه جديده من صغار السن زي ما احنا شفنا، وجود خبرات كانت بتبقى تطعيم اثناء المباراه. النادي الاهلي انا بستغل كل خطا، بستغل كل فرصه. انا بدات من بدايه الشوط الثاني ضاغط، استغلت فرصه قفشه واحرز هدف وهي جايه لقفشه حباه رايحه له. اتنين الاداء والشكل والله يعني حباه. لا هو جون قفشه ده توقيته كمان لقفشه نفسه مهم جدا. هي حباه ليه يا استاذ احمد؟ حباه عشان حاجتين، حباه ان انا مخلص، واما جم احد الصحفيين بيتكلموا معايا انا قلت انا في طوع المدير الفني واللي هيامرني بيه انا جاهز في اي وقت، عند الاشاره انا جاهز للنزول. الاشاره كانت موجوده وانت نفذت واحرزت ورحت عبرت ورحت، والاهم من المكسب بقى الروح اللي انت شفتها من محمد عبد المنعم وعلي لطفي واللعيبه اللي قاعده بره ومصطفى مخلوف. لما قفشه جاب الجول الحته اللي كل الناس دي رايحه ليه، المكسب هنا الروح والحب. ادي واحد. اتنين، في عز ما انت بتفكر عشان الاداء للمباراه ابتديت تحرز الهدف الثاني، ضربه جزاء ومهمه قوي تيجي ان هي ترد على كل مشككي امكانيات عمرو السوليه. انا قلت لحضرتك هنا عمرو السوليه لما جيت اعبر عن ان انا زعلان على نفسي، انا عايز استعيد عمرو السوليه بسرعه عشان ارجع اكون موجود في تشكيل ال11 بتوع النادي الاهلي. فزعلي ممكن يكون ملامحي انا حزينه بس مش للتغيير، ملامحي على حزني على نفسي على ادائي. لا وعمرو كمان من اللعيبه اللي لازم يكون ليهم دور كمان مهم جدا. الجون ده جه في وقتها، جه في وقتها طبعا. انه لعيبه زي الشناوي زي علي معلول، قصه هنا مش قصه شارت كابتن بقى، قصه هنا قصه خبره، قصه تجربه، لعيبه خاضت الماتشات اللي من النوع ده، ودي بيبقى ليها طبيعه خاصه وبتبقى صعبه بشكل كبير جدا، مش قصه بس 90 دقيقه في الملعب. فعمرو السوليه، علي معلول، محمد الشناوي وكباتن الفريق الكبار طبعا ليهم دور كبير. حضرتك مش لاقي حاجه تدور فيها في النادي الاهلي عشان تعمل مشكله، هتعمل ايه؟ اهد بطريقه مفتعله بالكلام، اصل علي زعلان، اصل عمرو السوليه كابتن الفريق، اصل هاني كان هو اللي ياخد الكلام. الكلام هو الكلام دوت الحمد لله النادي الاهلي فاصل ده. أنا كابتن سيد عبد الحفيظ فاصل لعيبته. طيب عن الاقوال اللي بتتقال. خلينا نروح لتمرينه الاهلي النهارده، التمرين يمكن هتبدا او بدات من دقائق بسيطه جدا، وزميلنا فاروق صلاح موجود في النادي الاهلي في الجزيره في ملعب التتش، هيطمنا على تمرينه النهارده ونطمن منه على اخر الاخبار المرتبطه بحمدي فتحي وقصه مشاركته من عدمه في مباراه الدور النهائي. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكابتننا طبعا الكابتن عمرو الحديد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. التمرين لسه ما بداتش شكلها زميل احمد، يعني من خلفي خلاص يعني ثواني او دقائق بسيطه هتنطلق تمرينه النادي الاهلي طبعا، اللي هتكون التمرين التدريبي الاخير للنادي الاهلي استعدادا لمواجهه فريق سيراميكا ضمن مؤجلات الجوله 27. خليني اكد على اهميه المباراه وكلام مستر مارسيل كولر بالامس واليوم مع اللاعبين على ضروره ختام مرحله الدوري او الثلاث مباريات اللي الفريق خاضهم سواء امام انبي او طلائع الجيش، وغدا ان شاء الله امام سيراميكا بضروره تحقيق الفوز، خاصه انها هتبقى البروفه الاخيره والانطباع الاخير للجماهير وللكافه يعني جماهير النادي الاهلي قبل مواجهه الوداد. شكر جدا يعني في كلامه ان تعامل جمهور النادي الاهلي وتعامل الاعلام مع مباراه الوداد، ان خلال الثلاث مباريات او المباراتين اللي خاضهم الفريق ما كانش في اي حديث عن مباراتي الوداد، وده وفر جزء وجانب من الهدوء التام للاعبين. قال الوعي اللي عند الجمهور والامور اللي لمسها من خلال الفتره الاخيره من بعد مباراه الترجي ده كان امر مهم جدا. عندنا تركيز في مباراة سيراميكا وضروري تحقيق الانتصار في مباراة سيراميكا. بعض الامور بقى اللي عايز اطمنك عليها زميلي احمد على الخاصة بيه حراسة مرمى النادي الاهلي،
خليني أكد لك من خلالك، يعني أنا في خلفي كابتن محمد الشناوي وكابتن علي لطفي، الاثنين بيجروا طبعا المرحلة الأخيرة أو يعني خلاص المرحلة الأخيرة من البرنامج اللي كان موضوع للكابتن محمد الشناوي والكابتن علي لطفي، اللي خليني من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي بأكد لك جاهزيتهم لمباراة إن شاء الله الوداد القادمة بإذن الله. بأكد لك طبعا أدي شايفين الكابتن محمد الشناوي والكابتن علي لطفي، خليني من خلالك زميلي أحمد أكد لك جاهزية الثنائي إن شاء الله لمباراة الوداد، سواء المباراة الأولى أو المباراة الثانية زي ما أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلة. زميلي أحمد، بعض الأخبار والأقاويل اللي ترددت بالأمس عن إصابة حمدي فتحي، وده أمر مهم جدا بيشغل كل جماهير النادي الأهلي. خليني أطمنك أيضا يعني على حمدي فتحي. حمدي فتحي كان شعر بالأمس بإجهاد في العضلة الخلفية، أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة مجموعة من الفحوصات سواء على مدار اليومين، سواء على مدار 24 ساعة سواء أمس أو اليوم. خليني أطمنك الأمور بالنسبة لحمدي فتحي إن شاء الله هو يعني زي ما أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلة هيغيب خلاص بصورة مؤكدة عن مباراة السيراميكا اللي هي غدا بمشيئة الله، لكن إن شاء الله هيكون جاهز لمباراة الوداد. طبعا في مجموعة من الفحوصات اللي أجراها الدكتور أحمد أبو عبلة ومن خلالها وضع برنامج الاستشفائي لحمدي فتحي. يعني في أكد لك كمان الدكتور أحمد أبو عبلة أنه خلال يعني هذا التمرين هيقوم ببعض الجري حوالين الملعب ضمن البرنامج الاستشفائي الموضوع للكابتن حمدي فتحي. في الوقت اللي أنا بكلمك أيضا مستر مارسيل كولر بيعقد خلاص محاضرة أخيرة داخل الملعب مع اللاعبين، بيتكلم على مباراة السيراميكا، بيأكد على هذه المباراة. اللعيبة أكيد مركزة طبعا في أنها تختم زي ما قلنا مرحلة الدوري بالفوز، ومن ثم إن شاء الله نبدأ بعد كده نفتح صفحة مباراة الوداد. يعني تقدر تقول إن ياسين المكاري هو الوحيد اللي بيتطرق لمباراة الوداد، إنه بيبدأ يجهز الأمور أو المباراة الخاصة بفريق الوداد لمستر مارسيل كولر، الفرد أو الشخص الوحيد داخل جهاز النادي الأهلي اللي تلاقيه هو الوحيد اللي بيتكلم دلوقتي في مباراة الوداد، لكن الجميع بيركز في مباراة سيراميكا. بطمنك على عودة اللاعبين اللي طبعا ما شاركوش في مباراة الأخيرة أمام طلائع للجيش، كل اللاعبين الجاهزية اللي شايفينها من اللاعبين، عودة كل اللاعبين اللي ما شاركوش، بيرسي تاو، علي معلول، حسين الشحات، كافة اللاعبين إن شاء الله زميل أحمد جاهزين لهذه المواجهة اللي نتمنى بمشيئة الله إن لعبة النادي الأهلي إن شاء الله تحقق ثلاث نقاط مهمة جدا يكونوا مهمين في مشوار الدوري بإذن الله. الجو عندك طبعا أفضل من امبارح، يعني أعتقد إنه إحنا امبارح يمكن كان معانا زميلنا محمد توفيق كان في يمكن عاصفة ترابية، وكانت الجو في مصر عموما يعني أو في القاهرة تحديدا كان صعب جدا. شايف النهاردة الدنيا أفضل بكتير. طيب بشكر الزميل فاروق معانا لسه مارسيل كولر زميلي أحمد. أيوة لذلك يعني نقطة الجو وحرارة الجو اللي كانت بالأمس زميلي أحمد مستر مارسيل كولر فضل أنه يأخر كمان التدريب النهاردة، بدل الساعة السادسة يكون في تمام الساعة السابعة، طبعا انكسار حدة الشمس، درجة الحرارة أفضل زي ما أنت شايف زميلي أحمد. اللعيبة الفرحة أو يعني الارتياح على وجوه اللاعبين، التسابق طبعا للتواجد إن شاء الله في قائمة المباراة غدا بمشيئة الله، زي ما أنت شايف بيرستاو ومروان عطية اللعيبة اللي ما شاركتش، وأيضا علي معلول اللي ما كانتش في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش. بأكد لك جاهزية كافة اللاعبين زميلي أحمد، زي ما أكدنا بنأكد إن شاء الله جاهزية أيضا الكابتن محمد الشناوي وعلي لطفي، أيضا زي ما أنت شايف مصطفى شوبير ومجموعة الحراس اللي هم هيكونوا موجودين إن شاء الله في المباراة غدا، مصطفى شوبير، حمزة علاء أيضا اللي ابتدى ينزل أيضا في التدريب الجماعي النهاردة مع مصطفى مخلوف وحازم جمال. حراسة مرمى النادي الأهلي بخير زميلي أحمد، طبعا معانا كابتننا الكبير الكابتن عمرو الحديدي واحد من كباتن النادي الأهلي، إن شاء الله يعني ربنا يكرم في هذه المباراة بمشيئة الله زميلي أحمد. لا دي كانت أهم رسالة الحقيقة النهاردة، يعني ملف حراسة المرمى في الأهلي كان صداع شوية عند الجمهور، وهو ملف طبعا صعب وفي توقيت حرج جدا، لكن الحمد لله إن احنا اطمنا النهاردة من خلالك يا فاروق على محمد الشناوي وعلى علي لطفي وعلى مصطفى شوبير، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكونوا جاهزين طبعا قبل. أنا عارف إن بكرة شوبير هو فرصه الأكبر في المشاركة في تشكيل أساسي، لكن طبعا اطمننا على الشناوي وعلى لطفي وعلى كمان الحقيقة حمدي فتحي، اللي نتمنى إن شاء الله يكون الموضوع يعني خفيف وما يمنعوش عن الجاهزية والمشاركة في مباراة الوداد. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من ملعب مختار التتش في النادي الأهلي في الجزيرة. أدي كل اللعيبة وأدي التمرينة بتاعت النادي الأهلي ولحظات بدايتها بمشاركة كل نجومنا إن شاء الله اللي يكونوا جاهزين مش بس الماتش بكرة لكن كمان لمباراة الوداد.
لف حراسة المرمى كان شوية صداع يعني. أربع خمس حاجات قالهم، أربع نقاط مهمين جدا: الاطمئنان على اللعيبة، الشناوي وعلي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، الاطمئنان على حمدي فتحي، الشغل الشاغل اللي ظهر على السوشيال ميديا، ذكاء كولر ان اللعيبه كلها مركزه لمباراه سيراميكا ما عدا واحد بس ياسين ميكيلي، ان هو بيفكر ازاي يفلتر مباريات الوداد الماتشين اللي اتلعبوا يخرج منهم الاداء اللي هو هيشتغل عليه. في قصه ثانيه في موضوع الوداد، انا ما كنتش عايز طبعا اخش في الوداد قوي، بس يعني في قصه ثانيه يا كابتن عمرو، فكره انه الوداد السنه دي مش هو الوداد البطل السنه اللي فاتت، ومشواره السنه دي مش هو نفس مشوار الوداد السنه اللي فاتت. يحترم النادي الاهلي بيحترم كل الفرق، احترامه للترجي كان اكبر مثل للاداء اللي احنا بنشوفه. طبعا طبعا الراجل بيشتغل ان انا معايا مجموعه لعيبتي وفكري واسلوبي ومحاضرات ان انا بشتغلها من بعد مباراه طلائع الجيش، هو شغال لهدف معين في مباراه سيراميكا غدا باذن الله يوم الاثنين. في نفس الوقت هو مخلي واحد تاني خالص منفصل عن اللعيبه بيشتغل على ازاي اشتغل على مجريات المباراه احسم المباراه في مشهد نهائي وربع. بصرف النظر عن النتيجه، بصرف النظر عن النتيجه، خلاص هو بيشتغل. اتمناها مكسب، انا هتمناها مكسب طبعا باذن الله. يعني الثلاثه بونت دول يفرقوا معانا ويقربونا كتير جدا من حسم لقب البطوله، وخصوصا ان احنا لسه لينا عدد من المؤجلات، مؤجلاتنا بس تكفي لحسم اللقب. لكن في دكتور وفي معيد. ايوه هو الدكتور بيحسم مباراه معينه لمباراه سيراميكا، والمعيد بيحضر له البروفه او المحاضره اللي هيعملها من ادائه وتحليل ادائه في مباراه الوداد. انا كجمهور بكره استنى مش مستني النتيجه، يبتهالي انه الجمهور نفسه طبعا الاهلي يكسب، مفيش مشاكل، لكن اهم من نتيجه المباراه بالنسبه للجمهور هو العرض اللي هيقدمه النادي الاهلي. هل من بكره هل في ماتش السيراميكا بكره انا كجمهور انتظر عرض زي اللي مثلا شفته من الاهلي قدام امبي، كوره واستحواذ وسيطره وفعاليه وهجوم وفرص كتيره ومكسب مريح، ولا انتظر مباراه زي مباراه الجيش، مباراه على الضيق كده اكسب فيها 3 بونت ومش مهم العرض ومش مهم الاداء، المهم اطلع بفرقتي لبر الامان قبل ما ابتدي احضر لماتش الوداد؟ المسمى اللي انا سميته الكره بالطعلب المكار اللي كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي، انا قلت لحضرتك المسمى الاساسي بتاعه مقص دار بيقيس كل بيفصل كل بدله لمباراه النادي الاهلي يلعب بيها المباراه القادمه. هيبدا في مباراه الانبي، احنا شفنا اداء واستحواذ ونتيجه. ايوه مباراه الانبي اقدر اقول عليها استمرار يعني للنجاحات اللي هو ماشي عليها الفتره اللي فاتت، لنفس مستوى الاداء اللي شفته في ماتش الترجي. لما بيجي يحصل دروب، حتى لو كسبت على فكره وحتى لو في مجهدين، ده بالنسبه لي يقلق. انا عايز اشوف الاهلي كيرفو بيعلى قبل ماتش الوداد. عايز اشوف، كنت اتمنى طبعا اشوف الشناوي في الملعب، لانه الشناوي كان صاحب دور مهم جدا ورئيسي جدا في 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 مشوار الاهلي في افريقيا. قلت لحضرتك هو روتيشن مؤقت، انا عارف ان هو مجبر مجبر ان انا بطمن عليه عشان انا محتاجه بعدين. لما كنت بتلعب انت شخصيا كان يبقى عندك ماتش مهم جدا وتبقى مصاب او راجع من اصابه وداخل على الماتش ده، بتحس بايه؟ يعني بتحس انك قادر تجيب مستواك على طول في مباراه تقيله مع خصم تقيل على لقب بطوله، ولا القصه بتحتاج؟ لا هقول لك على حاجه، خبرات الشناوي وخبرات علي معلول وخبرات السوليه وخبرات عبد المنعم والاسماء الكبيره اللي موجوده وكهربا وشريف وقفشه، الاسماء الكبيره اللي عندهم خبرات، الموضوع ده مش غريب عليهم. ايه ماتش ولا اتنين لسبب اجهادي ان انا بريح نفسي عشان العب في المباراه الاساسيه ابقى سليم وكامل الشفاء. الفورمه بالظبط كده، الفورمه دي ان انا ممكن اقول لك ان انا مثلا مصطفى شوبير، هقول لك على مجموعه حاجات تقدر تحدد بيها النادي الاهلي بيفكر ازاي. الراجل اتعور، الف مليون سلام عليه، وما رضاش يخرج من الملعب رغم تجهيز مصطفى مخلوف، والراجل خد غرزتين او الدكتور احمد ابو عبله شابولي لضغطه الفتره اللي فاتت لتجهيزه لعلي لطفي وللشناوي والاستشفاء معلول ولحسين الشحات. دلوقتي انت فرقه النادي الاهلي كلها مكتمله. اما انا بشكك في امكانيات النادي الاهلي قبل المباراه عشان ادور على الناس المفتعله اللي بتقول دي شماعه اداء بحلق عليها، الاهلي اصاباته كتيره وعنده وعنده وعنده، احنا ما بنتكلمش، بيت النادي الاهلي هو اللي بيطلع المعلومه السليمه، مالناش دعوه بالكلام اللي بيتقال حوالينا. النادي الاهلي دلوقتي عنده مباراه بكره، الراجل بيفكر في حاجتين، انا عندي المكسب وعندي الاداء وعندي الاطمئنان على اللعيبه رقم واحد. تمام هشتغل زي ما انا، زي مباراه الجيش وزي مباراه انبي وزي مباراه سيراميكا اللي هتبقى بكره، في نفس الوقت بطمن الناس باداء لاعبتي بالشكل المرضي اللي حضرتك عايزه احد مشاهدي النادي الاهلي في مباراه انبي. هل انت هتبقى شرس من البدايه، ولا انت هل هتشتغل شوط كامل بعد كده تجر اي فرقه وتاخدها لارتفاع الاداء البدني اللي عندك ووقوع المستوى البدني لكل فرقه بتقابل النادي الاهلي من بدايه الشوط الثاني؟ هو عارف النتيجه هتبقى ايه، ايجابيه بكره عكس مباراه الجيش، وهتبقى بنفس شراسه
مباراة إنبي والترجي هناك والرجاء هناك. أطمن في راجل بيشتغل في حاجتين، طمأنينة للي بيتفرج عليا، ولغز للي هيحدد أنا عندي هلعب بمين وأنا غير مكشوف وغير مرئي للفرقة التانية. أنا عندي أوراق، الأوراق اللي أنا بشتغل بيها الكوتشينة كبيرة كبيرة جدا، فيها كم من الورق 30 40 ورقة، هلعب بمين؟ في ناس عارفة وناس متأكدة، الشناوي وهاني ومعلول لا بديل عندها، بس كلهم أول ما هطلب وجودهم هيكونوا بيأدوا مع الاحتفاظ بتغيير طريقة اللعب اللي هتبقى غير مرئية وغير معلنة لفرقة الوداد، اللي هو السيناريو اللي بيحضره كولر لاستقبال الوداد في القاهرة. بالظبط. ازاي بقى؟ انت محتار وانا محتار، اذا كان احنا النادي الاهلي محتارين في فكر الراجل. هو ده الثعلب المكار اللي ذكي، عارف هو اركان البطوله، وذكائه واحترامه لنفسه انه اخطا في مباراه صن داونز ورجع من الخطا بايجابيه ونجاحات كتيره من ساعتها وتصحيح وضع النادي الاهلي، ان هو بيلعب نهائي دلوقتي، ان شاء الله المشهد ينتهي بكره بجزء، ويوم الاحد 4/6 بجزء، ونحتفل 11/6 بالجزء النهائي باذن الله. احنا الحمد لله من بعد ماتش سان داونز 13 مباراه خلاص، 12 فوز تعادل وحيد، ما دخلتش شباك النادي الاهلي غير هدف واحد. ما هو انا قلت لحضرتك وانا معاك في البرنامج، تصحيح الاوضاع للنادي الاهلي وطمانينه الرجوع امكانيات كولر. ندي وقت لسيراميكا شويه تحاول تقرا لنا حاله الفريق في الفتره دي. سيراميكا عنده حلين، في حل كان موجود عليه وهو مباراته وهو وجوده مع معين الشعباني بالاداء كمدير فني للعيبه اللي موجوده، والحل الثاني وهو الحل المبدع مع الكابتن حلمي طولان والدكتور ممدوح، بس بياخد وقت. كابتن حلمي من تاني مباراه يمكن حصل ان احد اعضاء مجلس الاداره اعتقد ان هو طارق ابو العينين ان هيدي غرامه للعيبه في الاداء اللي حصل، الراجل منع وجود الغرامه دي عشان يفوق لعيبته. كابتن حلمي بياخد وقت، بياخد وقت كميه الكابتن حلمي من الاداء الفني وكميه الدكتور ممدوح محمدي للاداء البدني، الاثنين لسه ما لحقوش يعملوا، فيقولوا ايه اللي اشتغل منه معيد نكمل عليه بدعم نفسي للعيبه، ان شغلنا لسه ما بانش من بدايه ده ماتشين كمان تبتدي تشوف سيراميكا بالاسلوب اللي انت حضرتك عليه اللي هو مخيف، اللي هو الكابتن حلمي الرسام الاخير اللي بيحط الرتوش الاخيره لتابلوه يقلب اسم سيراميك، بس بياخد وقت شويه عقبال ما يدخل لعيبته في ادائه الفني اللي هو عايز يشرحه والاداء البدني اللي بيطلع من الدكتور ممدوح. مين الخطره اللي تعمل حسابها في فرقه سيراميكا؟ فرقه سيراميكا كلها، وكولر هو اللي علمنا بكده، ان انا بقول ان انا بحترم الخصم وبحترم امكانياته وبجبره باحترامي ان شاء الله يكون المكسب للنادي الاهلي. اخطر لعيب في سيراميكا بشكل تاني، انت هتلاقي في المحاضره ممكن يكون ميدو جابر بيتكلم بيقول، محمد ابراهيم بيقول، احمد ياسر بيقول انا موجود. ما هو كل دول جوه النادي الاهلي، كل دول كانوا موجودين قبل كده، كل دول عارفين نبض النادي الاهلي شكله ايه. بسام خلي بالكم النادي الاهلي لما الوقت بيعدي كتير النادي الاهلي بيفقد اعصابه، لا النادي الاهلي ده كان زمان ممكن يفقد اعصابه، النادي الاهلي عنده من الثبات الانفعالي، سيطرته على مجريات المباراه بتطلب من الجمهور ثلاث حاجات، الجمهور بيطمن اللعيبه، الاداء وسيطرته على مجريات المباراه والنتيجه والعدد من الاهداف، الاهلي بيطمن لده، فالراجل من البدايه هيكون اول 10 دقائق جس نبض، ثم اللي بيقولوا عليه شراسه النادي الاهلي بتبان من بعد 10 دقائق من المباراه. يعني هو العرض القوي والنتيجه اللي تحسم ثلاث نقاط للاهلي وسلامه لاعبينا، بكره يبقى العلامه الكامله لمستر كولر في المباراه، الاهم ان شاء الله باذن الله ان احنا نعدي المباراه دي بسلام، وبعدها نفتح ملف ماتش الوداد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عندنا يعني فتره اعتقد كافيه جدا لتغطيه المباراه، وهنتابع معاكم طبعا لحظه بلحظه، وهنقرب منكم فرقه الوداد ومشوارها ونجومها ومديرها الفني الجديد، اللي بالمناسبه احنا انفردنا يمكن واجرينا معاه لقاء قبل كده هنا في السادسه قبل ما يبقى مدير فني للوداد، قبل ما يبقى مدير فني للوداد، ويعلم تماما ويقدر حجم النادي الاهلي وقيمته. بس خليني اقول لكم انه اهم النهارده حاجة يمكن في الحلقة ان احنا اطمنا على جاهزية الشناوي وعلي لطفي، وشفناهم مع حضراتكم على الهواء، يمكن كابتن عمرو طمنا اكتر انه دايما اللعيبة الكبيرة والكباتن الكبار يقدروا حتى لو راجعين من اصابة وعندهم مباراة مهمة يكونوا دايما في اعلى فورمة ممكنة. اشكرك كابتن عمرو، نورت الدنيا حبيبي، شرفتنا في السادسة، وان شاء الله نستمتع بالاهلي بكرة، وبكرة هيبقى حلقة يوم المباراة، هنقرب بقى اكتر من التاكتكس والتشكيل والخطة وطريقة اللعبة في الفرقتين في حلقة بكرة إن شاء الله من السادسة. بشكر كابتن عمرو حديدي مرة تانية على وجوده معنا، أشكركم على المتابعة ونتقابل بكرة إن شاء الله، تحياتي ليكم.